طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. محقق عدلي جديد في قضية المرفأ، فهل العدالة بأمان؟ صوان رفض الاستماع إلى يعقوب الصراف مراراً، فماذا يملك الأخير؟ الملف الحكومي ينتظر كلمة باسيل غداً وعودة الحرير المرتقبة. تفاصيل عودة القطاعات التجارية عن الإقفال تحدد في اليومين المقبلين. أسبوع على بدء اللقاحات، فما هي النتائج حتى الآن؟ مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. المطلوب اليوم حلان، الأول على المدى القريب والثاني بعيد المدى. الحل الأقرب هو تشكيل حكومة، أما الحل الأبعد فهو حوار وطني حول المفاهيم. الحكومة ضرورة لمعالجة المشكلات الآنية التي لا لزوم لتكرار تعدادها، لأنها جزء من حياتنا اليومية بما تحمل من صعوبات ومآس. أما الحوار حول المفاهيم فضرورة لإيجاد الحلول الجذرية بما يحول دون انعكاس الخلافات السياسية دستوريا في شكل دائم، تماما كما حصل في السابق مثلا يوم أراد البعض منع المرشح الميثاقي من الوصول إلى الرئاسة، وعلى منوال ما يحدث اليوم أيضا من محاولات ستفشل بالتأكيد لمنع تشكيل حكومة تساوي في معاييرها بين جميع اللبنانيين. بالنسبة إلى الحكومة، ثلاثية الحل هي إياها: ميثاق ودستور ومعايير. فيكفي تمترسا خلف الأوضاع الحياتية الناتجة عن أخطاء ثلاثة عقود وأكثر لمحاولة إعادة عقارب الشراكة الوطنية والمناصفة والتوازن الداخلي إلى ما قبل عام 2005 من خلال لعبة سياسية مكشوفة لن يكتب لها بالطبع أي نجاح. أما بالنسبة إلى الحوار حول المفاهيم، فالأهم أنه لم يعد من المحرمات، فالمس بالطائف مثلا لم يعد تهمة قابلة للصرف السياسي ولا الطائفي ولا المذهبي، طالما الجميع مدرك عمليا وعلميا وموضوعيا ومنطقيا بأن ثمة خللا واضحا وفاضحا في الآليات الدستورية ينبغي أن يعالج في جو وفاقي، وإلا سيكتب للبنان أن يعيش في أزمات سياسية متلاحقة، لأن الدستور لا يوفر المخارج المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع وتؤمن ديمومة الدولة. في كل الأحوال، بعد موقفي رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب الله، الأنظار نحو الكلمة التي يتوجه فيها رئيس التيار الوطني الحر إلى اللبنانيين ظهر الغد لرصد ما ستحمل من توجهات للمرحلة المقبلة على مختلف الصعد. وعلى خط آخر، يترقب اللبنانيون الخطوات الأولى للمحقق العدلي الجديد في انفجار المرفأ، آملين في أن يسلك التحقيق طريقا مقنعا نحو العدالة التامة هذه المرة، والناس مطالبون أكثر من أي يوم مضى بمواكبة المسيرة القضائية حتى تبلغ خواتيمها، من دون أن ينجح سياسيون معروفون وهم ربما من المتورطين في العرقلة من جديد. أما على جبهات معركة الحياة والموت مع الفيروس القاتل، فسجل اليوم وصول الدفعة الثانية من اللقاحات، وسنتوقف في سياق النشرة مباشرة مع الدكتور عيد عزار للاطلاع على آخر المعطيات والتفاصيل. بدأنا ثقافة جديدة، ثقافة الحوار للبناء، مش ثقافة التصادم للتهديم، حتى كل لبنان يرجع متوازن وكل مكوناته تساهم بشراكة متساوية. لكن مع الأسف اعتبرت هالإنجازات وكأنها لغم للمجتمع، لأنه اللي عم يلعبوا بلبنان بدهم تصادم، بدهم تباعد، عندهم نزعة للسيطرة بتهميشنا
بالتعاطي معنا بكأن شيء فائض في المجتمع. لا، نحن موجودين، موجودين بقوتنا الذاتية، موجودين بكفاءتنا، نحن جذورنا هون ونحن مننمى هون، وبكرة بتشوفوا الأيام الجاية مين رح بتكونوا. ماذا يقول وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف للأو تي في بعد رفض القاضي صوان الاستماع إلى ما لديه وبطلب منه في ظل ملاحظات خطيرة يوردها على مسار التحقيقات؟ تقرير نانسي صعب. بتغريدة ليس مضمونها جديدا، ذكر الوزير السابق يعقوب الصراف أنه طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت السابق فادي صوان بموجب كتاب موجه إلى وزيرة العدل الاستماع إليه من أجل الإدلاء بما يملكه من معلومات، وأنه انتظر 3 أشهر ولم يتلقى جوابا. كلام ليس جديدا، فالصراف كان طلب الاستماع إليه منذ 28 آب الماضي في حلقة تلفزيونية عبر الأو تي في، أي بعد أسبوعين على انفجار مرفأ بيروت، وكرر الطلب في 5 أيلول، ولم يتوقف عند هذا الحد، إذ حاول الاتصال شخصيا بمكتب القاضي صوان من دون نتيجة، وحاول التدخل عبر أصدقاء مشتركين بنتيجة 0 أيضا، قبل أن يرسل كتابا عبر وزيرة العدل بهذا الشأن. حتى بالشكل، وقت بيجي وزير بيقول لقاضي أنا عندي معلومات وعم بطلب منك تستمع لي، يا تلفن قول بعتذر، يا قول نعم حأستقبلك بهالتاريخ موافق، يا بالتلفن بتقول يا اخي انا عندي معلومات كفايه وما بدي اياها. بس هالاستخفاف بالتعاطي انا برايي غلط. ملاحظات اساسيه يريدها الصراف على اداء صوان في القضيه. كمان عم نسيس انه التنحي، طلب التنحي ما من امبارح، طلب التنحي صار له فتره، ولو فعلا القاضي بده يكفي التحقيق قبل ما ينبت طلب التنحي كان لازم يكفي التحقيقات. سرية التحقيق واجب، لكن التحقيق الفرنسي والأمريكاني ما بتنشره، بس مين حكى مين ومين مضى على الورقة بتهربوا. بعد 6 أشهر ما بتطلع تقرير واحد، ما بتقول يا خي أنا عندي هالفرضية وهالفرضية. حتى الأستاذ بدري ظاهر هل عم نحاكم نوايا أو من حاكم إهمال أو من حاكم فساد أو من حاكم جريمة؟ ما زد شيء. عندنا 220 شهيد، وهذا كمان غلط، لأنه في عدد من الأشخاص كانوا بالمرفأ ومنهم مسجلين على أبواب الدخول لأسباب فساد وإهمال، وهدول ماتوا وما حدا بيسترجي يقول أنه ماتوا لأنه منهم مصرح عليهم. لا يدلي الصراف بما لديه حفاظا على سرية التحقيقات، لكنه يتحدث عن مسار غير منطقي للسفينة ويطرح علامات استفهام كبيرة. في فرضية الصراف أن الإهمال الوظيفي الذي ركز صوان تحقيقاته عليه يقع بين جريمتين اثنتين. الجريمة الأولى الباخرة، كيف اجت ومين ملكها ومين اشترى البضاعة ومين غير الطائم على الطريق. الجريمة الثانية هي التفجير. جريمة هي قسمين، الجريمة الأولى تخلط بضاعة خطرة مع ألعاب نارية مع دوليب مع زيوت، والأفظع نحن بنعرف وين تم التلحيق ونحن بنعرف وين ابتدى الحريق. أنا برأيي ما ابتدى الحريق وين التلحيق. باخرة بتترك أتنا ما أحليها بتجنن، بتوصل على بيروت نام ليلتين بعدين بيقولوا ما فيها تبحر هالباخرة. والمطلوب تحديد دقيق للمسؤوليات. نحن رحنا نلعب بالوراء، انت شفتها؟ لا ما انا شفتها. والوحيد اللي اشتغل ومخصه بالقصة لانه فات جديد على الدق هو جوزيف النداف، منروح من دندله هو ومنكبه من دندله 6 أشهر، منقول نحن تركينك ليش؟ شينتا لانه حياتك مهددة. بقى نسولنا القصة. بالتزامن مع تنحية صوان وقبل تعيين محقق عدلي جديد، ارتفعت أصوات سياسية للمطالبة بتحقيق دولي، وهو في الواقع موجود. نحن بالعكس من أول يوم فخمة الرئيس طلب التحقيق الدولي، وجينا فرق فرنسية FBI روسية
إنجليزيين هن بحد ذاتهم خبرة وتحقيق دولة. بقى ليش ما نشرهم؟ ليش ما عمل بهم؟ يأمل الصرف ألا يهمل المحقق العدلي الجديد أي معلومة يعود له وحده أن يقدر مدى أهميتها وما إذا كانت تشكل طرف خيط على طريق الحقيقة. في تطورات التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار تسلم الملف اليوم تمهيدا للتحقيقات، فمن هو وأي تحقيقات يتسلم بعد 6 أشهر من صفر نتيجة؟ في أقل من يومين على قرار محكمة التمييز تنحية القاضي فادي صوان كمحقق عدلي عن ملف انفجار مرفأ بيروت، محقق عدلي جديد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه بعد تسميته من وزيرة العدل ماري كلود نجم. القاضي طارق البيطار رئيس محكمة جنايات بيروت، والذي كان اعتذر في المرة الأولى عن تولي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ بسبب الجو الرافض لتعيينه في الأساس، علما أن القضاء الأعلى رفض أيضا اسم القاضي سامر يونس للمرة الثانية. فمن هو القاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بعد 6 أشهر على وقوعه من دون أن يخرج عن القاضي صوان أي تقرير يفند فرضياته على الأقل حول الانفجار ويضع الرأي العام اللبناني في صورة التحقيقات، ما أفقد اللبنانيين الثقة بالمسار المتبع فيها بالنظر إلى أسلوب الاستدعاءات والتوقيفات كما القفز عن أهم المراحل أي دخول الباخرة والنيترات إلى مرفأ بيروت. تؤكد مصادر قضائية للأوتيفي أن القاضي البيطار مشهود له بنزاهته وكفاءته وأدميته وخبرته في الجزاء واستقلاليته عن النزاعات السياسية أو أي انتماء أو ميول سياسي، كما بجرأته في مقاربة الملفات التي ترده. وتذكر أن غرفته شهدت محاكمات في جرائم عادية وخطيرة من بينها جريمة قتل الشاب روي حموش وجورج الريف، وهو الذي تابع قضية الطفلة إلا طنوس ويستعد لجلسة حكم قريبة فيها بعدما تركتها كل الغرف. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لا يتنحى عن القضايا التي يتابعها بصفته رئيس محكمة جنايات بيروت. القاضي البيطار تابع أيضا محاكمات جماعة فتح الإسلام، واليوم حضر المحقق العدلي الجديد في انفجار المرفأ إلى مكتبه في قصر عدل بيروت للاطلاع على الملف وتمهيدا لمتابعة التحقيقات فيه، وذلك وفق خطة لإدارة الملف يفترض أن يضعها وينظم من ضمنها الاستجوابات والاستنابات وسير التحقيقات، علما أن لهذا الملف شقين، شق خارجي متعلق بالسفينة ورسوها والبضاعة التي حملتها، وآخر جنائي متعلق بكيفية وقوع الانفجار. يتسلم القاضي البيطار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على وقع دعوات سياسية أبرزها لرئيس حزب القوات بلجنة تقصي حقائق دولية، دعوة كانت انطلقت قبل تعيين البيطار وترافقت مع تحركات على الأرض، ولكن أخطر بعد وفق معلومات أمنية للأوتيفي عن تحضيرات كانت موجودة لتحركات مشبوهة لقطع الطرقات واستغلال ملف مرفأ بيروت بحجة الاعتراض على تنحية صوان، مع الإشارة إلى أن تنحية صوان ترافقت مع مفاجآت كبيرة أبرزها رفضه لـ4 مرات طلب فيها مدير عام الجمارك بدر ظاهر الاستماع إليه، علما أن ما يملكه ظاهر من مستندات وفق ما تؤكده معلومات الأوتيفي على قدر كبير من الأهمية وتعتبر حاسمة وربما تغير مسار قسم من التحقيق، وهي تتركز حول المرحلة الأولى من جريمة انفجار المرفأ أي فترة دخول السفينة وأفراغ نيترات الأمونيوم. وتقول مصادر متابعة للملف أن ما شكل مفاجأة كان رفض استماع صوان لبدر ظاهر في أحد أسوأ أشكال قمع حريته كونه موقوف لديه. في مقطع صوتي مؤثر طفلة الشهيد في انفجار المرفأ المفتش الأول الممتاز فارس جورج كيوان تستذكر والدها في يوم عيد ميلاده الذي يصادف اليوم. Happy birthday Baba. Happy birthday Baba. Happy birthday Baba. برافو لي. شو بدك تقولي له للبابا؟ مسار تشكيل الحكومة ليس مقفلا، وترقب لكلمة باسيل ظهر الغد وللعودة المرتقبة للحريري وسط معلومات عن احتمال تحديد لقاء له في السعودية في اليومين المقبلين. تقرير غريس مخايل.
أكدت مصادر مطلعة على سير تشكيل الحكومة للأوتيفي أن ملف الحكومة اليوم ينتظر حدثين. الأول كلمة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ظهر غد الأحد، الذي من المنتظر أن يضع خلالها كثيرا من النقاط على الحروف، والثاني هو عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، مع الإشارة إلى أن ليست كل المحطات التي يزورها الحريري مرتبطة بملف التشكيل، إنما هنالك عدد منها له علاقة بأمور خاصة به بحسب المصادر. إلى ذلك أعربت مصادر متابعة عبر الأوتيفي عن اعتقادها بأن النائب باسيل سيعرض مبادرة جديدة على الصعيد الحكومي، وهو كذلك سيقدم تصورا جديدا للوضع مع التشديد على ضرورة تفعيل الحركة الحكومية، لأنه بحسب المصادر المتابعة كل ما طرح في الساعات الأخيرة على أهميته من حيث ضرورة عدم التوقف عن محاولة تقريب وجهات النظر إلا أنه حتى الساعة لم يثمر النتائج المرجوة. في هذا الوقت أكدت مصادر الرئيس سعد الحريري للأوتيفي أن ما يحكى عن أنه من الممكن أن تكون هنالك خطوة نحو الأمام في اتجاه تشكيل الحكومة قد يكون صحيحا، مؤكدة أنه في هذا الإطار قد طلب الحريري قبل سفره إلى الخارج من نواب كتلة المستقبل والكوادر في تياره عدم الدخول في الإعلام بجدالات عقيمة. وتابعت المصادر بالقول المهم تزبط والناس تريد ما يقول لها أن الانهيار توقف، لكن مصادر الرئيس الحريري لفتت في الوقت عينه إلى أن طرح حكومة 20 أو 22 هو وهم، لأنه يعود بالمفاوضات إلى المربع الأول، لأنه بطريقة أو بأخرى يعيد طرح حكومة 30 نسبة إلى التوزيع الطائفي. وختمت المصادر بالقول الرئيس الحريري بيعرف شغله، وهو يعلم أنه ليس حاكما بأمره، فهو عنده حمال طائفته وحمال وليد جملاط وحمال نبيه بري وحمال جميع الأفرقاء. وعشية كلمة باسيل عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسته، واعتبرت أن الأولوية هي لتشكيل الحكومة لتكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة بدءا من وقف الانهيار المالي المتمادي. كذلك وفق بيان الهيئة السياسية للتيار، يتوجب إعطاء الأولوية على المستوى الوطني لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة ودائع الناس وحقوقهم. وطالبت الهيئة السياسية الجهات القضائية المسؤولة بالإسراع في استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، تمهيدا لبدء المحاكمة وإنزال العقوبات على المتورطين. مع استمرار عمليات التلقيح ووصول الدفعة الثانية من اللقاحات اليوم، كيف يبدو منح الإصابات بفيروس كورونا وتطور مراحل التلقيح؟ للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الاختصاصي في الأمراض الجرثومية وعضو لجنة مكافحة كورونا الدكتور عيد عزار. دكتور عزار، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير. يعني عم نتابع التويتاتك كل يوم، يعني المنحى الغالب فيهم انه الترند صارت نزولا اليوم بعدد الاصابات، وعم بتقول انه موضوع الوفيات سيتبع هذا الامر. ليش صرنا هون؟ لانه هذه الارقام هيك بتقول بالاخر يعني. بس ليش صارت الارقام هون؟ هو عاده نحن كل موجه من موجات كورونا بكل دول العالم مدتها بين 8 ل 12 اسبوع، يعني ما في موجة بكورونا طولت أكثر من هيك. بيصير تصاعد سريع للحالات، بعدين بتثبت، بعدين بلش تنزل. هلا أنت كيف بدك تقيس النزلة؟ ما بتقيسها بالوفيات، لأن الوفيات تتأخر مما معدله أسبوعين لثلاثة عن الإصابات. الإصابات أيامات بتضيعك شوي صغيرة، لأنه خص عدد الإصابات بعدد الفحوصات. اللي بيساعدك اكثر هو البوزيتيفيتي ريت، يعني عدد الاصابات الايجابيه من كل 100 فحص بنعملوه، زائد انه نحن كمان عم نقيس بالمستشفى عدد الناس اللي عم بيجوا على الطوارئ، يعني عدد الناس هلا اللي عم يوصلوا عنا على الطوارئ مع التهاب رئوي مشخص جديد، يعني باخر 4 5 ايام في انخفاض واضح، سو تقديراتنا انه رح ننزل بالارقام، اكيد ما رح ننزل لمحل يختفي كورونا، رح نوصل لمحل تصير النيو ستاتس كو هلا بيوقف على 2000 حاله، بيوقف على 600 حاله، هذا صعب تقدره، بس انه وصلنا على محل رح نوصل في هالحاله الستاتس كو جديد
وبعدين بنشوف، بعدين اذا حظنا عاطل 3-4 اشهر لقدام بنرجع نعمل موجه جديده، لان ديناميكيات الموجات العالم بس بتحكي عن الهيومن بيهيفير، يعني كيف البني ادم بيتعاطى مع الموجات. يعني نحن بنعمل لوك داون ما بنعمل لوك داون، بنلتزم ما بنلتزم، هذا بحتاج مرات بياثر على الامبليتود، يعني بياثر على قد الموجه بتكون قويه. يعني بدل ما لو التزمنا اقل كان عندنا عدد وفيات يمكن يومي فوق 100، التزمنا اكثر كان فينا ننزله، بس بنأثر نحن كبشر بنسبه اقل على المده. اذا صار فينا مثل ما صار باوروبا 4-5 اشهر من هلا يمكن اكثر يمكن اقل شوي، ممكن نرجع نطبخ الموجه الثانيه. نعم، بس هلا موضوع اللقاحات قد ايه بيساهم بالحد من تاثير اي موجه مقبله؟ هلا مشان هيك نحن عندنا هالفرصه، خلينا نعتبرها اللي هي كم شهر، شو بدنا نعمل فيها؟ لازم اول شيء نكمل جميع اساليب الوقايه اللي كل عالم صار تعرفها، التشخيص المبكر، نوصل العزل المبكر، يعني كل شخص مصاب نشيل كل المخالطين، وناخذ على المستشفى الشخص اللي عنده اصابات مبكره، اصابات اول ما بينصاب. وزياده على كل هذا الموضوع اللقاح، شو اللقاح بيساعدك؟ بيساعدك في حال نحن رجعنا عملنا موجه جديده، يعني عند بدايه موجه جديده يكون في عدد اكبر من العالم عنده نوع من انواع المناعه. نعم، دكتور هلا يعني الجو اذا بدنا نقول الاجابه بين هلالين بالموضوع الارقام اللي حكيتنا عنه، ما بتخافوا انه لما تبلش الناس تطلع عليه اكثر واكثر وتقتنع فيه انه ممكن ينعكس سلبا على التزامها بالاجراءات؟ لا هلا نحن اخر شيء بنحكي عنه بالاخر، انا بحكي شو الارقام نعم. بيقولوا صح. نحن انا بقول لك ان شاء الله وصلنا لمحل عندنا 20 حاله مش 1000، 20 حاله يجب القاء على التباعد الاجتماعي، يجب القاء على استعمال الكمامه، يجب القاء على نحن خنسين، نحن خود دوله مثل اليابان اللي عدد الحالات فيها بينعدوا، يعني 12 بالالف من اليابانيين لحد هلا اصيبوا بكورونا، بينما نحن تقديراتنا من لبنان 25-26% من اللبنانيين اصيبوا. ومع هذا كله باليابان ملتزمين، التزام ما خصه لازم يكون بعدد الاصابات وبس، الالتزام لازم يكون مبدا انه لحديت ما يختفي هذا الفيروس بدنا نضل نعمل كل القواعد للتباعد. انا عم جرب ضوع هاي النقطه لحتى ما نوصل لمحل ينزلوا عدد الاصابات وننسى موضوع كورونا وما نقدر نستفيد من هالفتره القصيره يمكن متاحه لنا لنتلقح ونرجع نفوت بموجه ثانيه صوب شهر 5 أو 6 تكون اعنف واقوى من الموجه اللي مرقنا فيها على الاعياد. نعم، شكرا لك دكتور عيد عزار على هذه المعلومات. وفي موضوع كورونا ايضا ننتقل الى ابرز ما قاله الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنه الوطنيه للقاح ضد كورونا في هذا السياق. عملية التلقيح كانت نسبيا ناجحة في الأسبوع الأول، تمكنا من إعطاء حوالي 24,000 جرعة تقريبا من أصل 28,000، وهذه كانت خطتنا. وصلنا لحوالي 25 مركز، بعض المراكز كانت صغيرة وجربت، بعض المراكز كبرت وصار عندها ساعة كثيرة، وصرنا بنعرف قديش فيها تلقح بالنهار، يعني لما نبلش نعوز كميات أكبر بالمستقبل. يلي بدي أقوله إنه لبنان دخل هلأ مرحلة التمنيع بامتياز، ونحن بنعتبر شهر شباط هو البداية، لكن شهر أدار وتحديدا نيسان، لكن أدار أيضا سوف يشهد دخول كميات كبيرة من اللقاحات، سواء من لقاح فايزر أو من لقاح أسترازينيكا، وبالتالي يعني ما تشاهدونه هذا الأسبوع أو ما شاهدتونه هو عبارة عن نموذج صغير وتجربة أمام الإمكانيات التمنيعية اللي حتصير موجودة بالبلد بشكل كبير. ونحن عم نتعلم من ما حدث، كنا مرتاحين كثير للنتائج اللي صارت، كان في بعض الخلل في بعض المواقع لها علاقه بالنظام التواصل تبع المنصه، لها علاقه بترتيب الاولويات، لها علاقه ببعض التجاوزات اللي صارت بسيطه وخفيفه. بنعتذر عنا لكل مواطن صار معه اي خلل او تضايق او انزعج. التحدي امامنا هو كيف نحافظ على عدد اصابات منخفض ونفتح البلد تدريجيا، لانه المواطن اللي
اللبناني بحاجة دائما إلى العمل وإلى الشغل وإلى يعني استعادة جزء من دورة حياته. هلأ لنستعيد حياتنا بشكل يعني أشبه إلى الطبيعي، علينا أن نبقي على التباعد الاجتماعي فيما بيننا، وأن نبقي على منع الازدحام، ولكن أن نرفع نسبة التمنيع. هلأ المرحلة الثانية هي مرحلة هلأ فتحت، بعتقد المرحلة الأوسع حتكون المرحلة التي تليها. برجع بقول إنه نسبة التلقيح لن تكون عالية بعد بهالمراحل، لأنه نحن مبلشين جديد، لكن بنتأمل إن شاء الله إنه إذا المواطن تجاوب معنا بإنه يحافظ على التباعد الاجتماعي وعلى السلامة الصحية وطبق خطة الدولة كما هي مطلوب، ونحن تمكننا بشهر أدار من يعني توسيع رقعة التمنيع على مستوى لبنان كله، بنوصل للغاية المنشودة. وبعتقد امبارح كنا عم نناقش الخطة وقلنا يمكن أصبح الآن هدفنا مش بس تمنيع اللبنانيين، أصبح هدفنا حتى إنقاذ الموسم الاصطياف السياحي، لأنه نحن إذا قدرنا نوصل بنسبة تمنيع عالية كما شاهدنا ببعض الدول، ربما نستطيع أن ننقذ الموسم السياحي ونحافظ على جزء كبير من مداخل اللبناني مدخول اللبنانيين وسلامتهم أيضا. تقريب موعد فتح أبواب القطاع التجاري إلى الأول من أذار، ولكن من ضمن آلية إجراءات مشددة لمواجهة كورونا ولائحة بأنواع التجارة التي ستعود إلى العمل ستبصر النور خلال الساعات المقبلة. تقرير جويس نوفل. ما بين المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق بسبب وباء كورونا والتي تبدأ الاثنين المقبل مع قطاعات البناء والسيارات وغيرها، وما بين المرحلة الثالثة التي كان يجب أن تنطلق في 8 أذار، حصل تطور إيجابي بالنسبة للقطاع التجاري الذي سيعود القسم الأكبر منه إلى الفتح اعتبارا من 1 أذار، لكن وفق آلية معينة وبعض الشروط الوقائية، وذلك تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية خلال اجتماعها الأخير الجمعة وبعد مطالبة المعنيين. صار تقريب لفترة الفتح للقطاع التجاري. القطاع التجاري راجع اللجنة أكثر من مرة وصار في يعني لقاءات، وضع بروتوكول يعني الموضوع التجاري، تقدر المؤسسات التجارية تفتح بس طبعا ضمن التزام بمعايير معينة أساسا قائم على فكرة أنه بعض القطاعات اللي رح تطلع هلأ يعني اللايحة فيهم التجارية يكون في أول شيء تاخد PCR لكل الموظفين اللي بيشتغلوا فيها، يكون عدد الزائرين اللي بدهم يجوا محدد. طبعا عم نحكي عن مجمعات تجارية، عم نحكي عن محلات تجارية. الأساس الفكرة أنه موضوع الحجر يعني ما في يكون على كل القطاعات مثل بعضها، في بعض القطاعات ممكن أنه تكون مضبوطة أكثر من غيرها. يبقى الأساس هو في الأداء الناس، في أدائنا نحن كمواطنين، نحن بنقدر ندفع نساهم أكثر بإعادة فتح كل القطاعات في لبنان، بس المطلوب الالتزام بشكل بسيط، الكمامة من عتبة البيت لعتبة البيت. إذا مشينا بهالنظرية هيدي نقدر نستعيد شوي حياتنا الطبيعية، ونقدر كمان بهذه الطريقة نساعد اقتصادنا إلى إعادة يعني تدوير محركاته، لأنه أصبح العبء كتير كبير على المؤسسات وديمومة العمل. حتى الساعة لم يعرف لا التاجر ولا المستهلك الجواب النهائي عمن سيفتح أبوابه في 1 أذار. ووفق معلومات الأو تي في، فأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستنجز خلال 2 على أبعد تقدير لائحة تحدد من خلالها من المحلات والمصالح التجارية سيشملها الفتح، مع استثناءات محدودة لما يمكن أن يتسبب بزحمة ناس وبالتالي تهديد الأمن الصحي مجدداً. وتعمل الوزارة على أن تضم هذه اللائحة العدد الأكبر وأكثر القطاعات التجارية، وذلك من أجل عودة سريعة للحياة الاقتصادية، ولكن كل هذا مشروط بتنفيذ آلية لتحصين الموظفين والزبائن على حد سواء من الإصابة بوباء كورونا. الفكرة هي أنه يكون في عملية تشاركية، نتحمل كلنا مسؤولياتنا، لأنه الموضوع معضلة بين الواقع الصحي الصعب وبين الواقع الاقتصادي وبالتالي الواقع الاجتماعي. كان من الضرورة أنه يصير في نوع من التسهيل، بس لا تسهيل دون التزام جدي. القطاع التجاري رح يبلش ندفع يرجع يفتح، بس ضروري أنه يكون هذا الشيء بمسؤولية من أصحاب المؤسسات، من الناس، ومن كل المعنيين.
لا شك أن الإجراءات التي اتخذت في الحرب ضد كورونا ساهمت بشكل أو بآخر بتجنب الوقوع في الأسوأ، ولو أن الخطر لا يزال داهماً وحتى لو دخلنا في مرحلة جديدة بعد بدء عمليات التلقيح، لذلك يبقى الأساس الالتزام الفردي بإجراءات الوقاية. بمبادرة من محبي مسعود الأشقر وعضو تكتل لبنان القوي النائب نقول الصحناوي، وفي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة المناضل مسعود الأشقر، أضيئت الشموع على شرفات المنازل وعلى طرقات الأشرفية لراحة نفس مسعود وعلى نية شفاء كل مرضى كورونا، وتم إطلاق هاشتاج على نية مسعود على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في إضاءة الشموع الصحناوي وعدد من رفاق مسعود، وألقيت أيضا الصلاة لراحة نفسه. واليوم أقام نادي الحكم الرياضي قداسا إلهيا وإضاءة شموع على نية شفاء ابن النادي المدرب غسان سركيس الذي يصارع فيروس كورونا. وتماشيا مع قرار الإغلاق العام اقتصر الحضور على عدد محدد من المدعوين، ويتواجد سركيس في غرفة العناية المركزة في مستشفى القديس جورجس في بيروت، حيث يخضع للعلاج من فيروس كورونا وتداعياته إثر فترة علاج ناجحة وضع إثرها في غرفة عادية قبل أن تتدهور حاله من جديد لينقل إلى العناية قبل أيام. نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل الأول. من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من عام 2021 في شركة جونسون أند جونسون تسعى للحصول على الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح الذي أنتجته. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة طمأن فيها المواطنين بأن اللقاحات المضادة لكوفيد 19 هي آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة. كلام بايدن جاء خلال زيارته لمصنع لقاحات مضادة لكوفيد 19 تابع لشركة فايزر. وقال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان: أرجوكم من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة. وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات كثيرة التدقيق وأنها تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح، إنهم دقيقون إلى هذه الدرجة. ولفت بايدن إلى أن برنامج إيصال اللقاحات إلى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها. في المقابل أعلن وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم كوفيفاك، وأكد الوزير الروسي أن التجارب السريرية على اللقاح الجديد أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا. بدوره قال مركز تشوماكوف العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح كوفيفاك على الأطفال وكبار السن في شهر نيسان المقبل، ويعد لقاح كوفيفاك الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية. في المقابل قدمت شركة جونسون أند جونسون العملاقة للأدوية بيانات حول لقاح فيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية، حيث تسعى للحصول على الضوء الأخضر للاستخدام في حالات الطوارئ. وقالت جونسون أند جونسون في بيان إن الموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ شرط أساسي لانضمام اللقاح إلى برنامج مراقبة كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية. وكشفت أنها قدمت أوراقها إلى هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وعلى على عكس منافسي اللقاحات المتواجدين بالفعل في سوق مكافحة كوفيد، فإن عرض جونسون أند جونسون يأتي في شكل جرعة واحدة، ما يجعل توزيعه أسهل إلى حد كبير، وعلاوة على ذلك يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية، ما يجعله خيارا جذابا للبلدان ذات البنية التحتية الأقل تطورا. قبل يوم من موعد إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، إيران تطرح خطواتها ومتطلباتها للعودة إلى التزاماتها، فيما واشنطن تعلن استعدادها للعودة إلى الحوار مع الجانب الإيراني. إيران، واشنطن والاتفاق النووي هي محور الأحداث العالمية في هذه الأيام، فبعد إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قبلت عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع الجانب الإيراني بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة 5+1. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران. وأعلن نيد برايس في إفادة صحفية أنه بغض النظر عن شكل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، سنواصل استخدام سلطاتنا لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع الأسلحة. وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي هذا السياق أعلن بايدن في كلمة ألقاها الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن أن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي، لكنه شدد على ضرورة التصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. على صعيد آخر، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل قريبا إلى الكونغرس تقريرا غير سري عن القتل المروع لصحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي في تشرين الأول من العام 2018. وقال سوليفان لمراسلة CNN كريستيان أمانبور أصدر الكونغرس قانونا يفرض فعليا على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن القتل الوحشي والمروع لجمال خاشقجي. نعتزم الامتثال لذلك ونعتزم القيام به قريبا. دانت محكمة روسية المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني بتهمة التشهير بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية بعد ساعات على صدور حكم بسجنه 2.5 سنة في قضية أخرى. وقالت القاضية خلال نطق بقرارها نافالني ارتكب هذا الجرم وطلبت النيابة العامة فرض غرامة عليه قدرها 10600 يورو تقريبا على أن يحول الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المعارض إلى حكم نافذ. فاصل أخير، نعود بعده إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. الديلي ميل تكشف أو إلى فقرة السوشيال ميديا في مستهل هذه الفقرة. مرحبا، بداية أخبارنا مع واتساب يلي مصر على مشاركة معلومات مستخدميه مع فيسبوك رغم الانتقادات الحادة ضد هالخطوة. التطبيق أعلن استمراره بتحديث سياسة الخصوصية موضحا أنه التحديث ما رح يأثر على المحادثات الشخصية. والواتساب بأحدث تغريدة له أنه رح يبدأ بتذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة. وأضاف أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف يلي عم نسمعها. الخبر الثاني، تعرض مراسل تلفزيوني للحظة مرعبة لما كان ببث مباشر بعد ما هددوا حرامي بالسلاح لسرقة تليفونه. وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه على تويتر. خلينا نتابع سوا. أحياناً بتكون التفاصيل البسيطة كافية لاكتشاف الحقيقة. سيدة اكتشفت أنه زوجها عم بيخونها من خلال صورة بعت ليها وهي بدورة شاركتها على تطبيق تيك توك وحصلت على أكثر من 4 ملايين مشاهدة. صح الصورة ما فيها شيء، بس إذا مندقق فيها منلاحظ أنه في فار للشعر وهيدا يلي دل على وجود امرأة تانية. وتفاعل رواد تيك توك مع السيدة داعمينا بمختلف التعليقات ووصفينا بالفتاة القوية والجريئة. And sent me pics trying to look all cute in his suite at the casino, but I noticed a lot of things now he is single. Can you guess what it is? ومع هيدا الخبر منكون وصلنا لختام جولتنا. لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن ما أخبر جديدة. الديلي ميل تكشف عن 3 رسائل بخط يد الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني.
أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه 3 رسائل بخط يد الأميرة الراحلة ديانا أرسلتها لأصدقاء المقربين يلي ساعدوها بفترة انفصال عن الأمير تشارلز تعرض للبيع بمزاد علني. وتسلط رسائل الأميرة ديانا الضوء على الأهمية التي أولتها لأصدقائها، بما في ذلك رسالة مرسلة لزوجة السفير البرازيلي بالمملكة المتحدة لوتشا فليتشا دي ليما حسب ما أفادت الصحيفة. ووصفت ديانا لوسيا بعد لقاء الأول بنيسان 1991 أن سيدة رائعة وأنه كان لها تأثير كبير بحياتها. وكتبت ديانا رسالة أخرى بأيار 1992 إلى صديقة روجر برامبل عمدة ويست مينستر السابق، تحدثت خلال الأميرة عن وجبات الغداء والشامبانيا يلي اعتادوا الاستمتاع فيها. وبتشير الرسالة الثالثة إلى طفليها الأميرين ويليام وهاري، حيث اصطحبتهم لتناول الغداء بقاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر يلي تلقوا وسام الصليب الجنوبي من ويليام بتشرين الأول عام 1993. وكتبت ديانا: كانوا الأولاد سعداء لإدراجهم بمحادثات الكبار، إنها ذكرى لا تمحى أبدا. وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر بيع هذه الرسائل الثلاثة بمزاد علني في كورنوال ب 18 أدار. وتباع الرسائل الثلاثة يلي كتبتها الأميرة الراحلة بخط يدها على دفتر ملاحظات بعنوان قصر كينغستون بشكل فردي بسعر بيتراوح من 800 و1500 جنيه استرليني. وقالت البائعة بالمزاد ميمي كونل لاي أنه إحساس الأميرة ديانا بالعزلة أثناء زواجها موثق جيدا، مشيرة إلى أن أدرت بشكل كبير عددا قليل من المقربين لها، واعتبرت صديقتها لوسيا فليتشا دي ليما من أهم الأشخاص بحياتها. والآن الأحوال الجوية. بونسوار. بعد المنخفض الجوي اللي شدناه خلال هالأسبوع رح تستقر أجواءنا اعتبارا من بكرة، ولبكرة بالتفصيل جونا قليل غيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة رح تبقى منخفضة نسبيا فقط لبكرة لترجع ترتفع الأسبوع المقبل، ورح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع كارو 13 درجة، 14 بطرابلس، 15 بالعاصمة بيروت وأيضا بفور. ننتقل إلى بعلبك مع 7 درجات، درجتين باللقلوق، 8 بزحلة و9 بجزيل. نسبة الرطوبة عم بتسجل أقصاها على السواحل 75%، رياح اتجاهها شمال غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ مثل ما ذكرنا لبكره جونا مستقر قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودرجه الحراره على السواحل عم بتسجل 15 درجه خلال النهار. ترتفع بشكل تدريجي للايام اللي جايه مع 17 درجه لنهار الاثنين، وبترتفع ل 18 لنهار الثلاثاء ولنهار الاربعاء، واجواءنا مستقره وجونا صافي وقليل الغيوم. هون بنوصل لختام نشرتنا، انا بلاقيكم بكره بنشره جديده، تصبحوا على الف خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد otv.com.lb وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.